مثل أختنا عن دعاء ختم القرآن، هل هو واجب مع كل ختمة؟ هي الوجوب ليس بواجب، لكن يستحب عند ختم القرآن أن يدعو الإنسان بما يشاء، لأن هذا وقت فاضل عند ختم كتاب الله عز وجل. كان الصحابة يتحرون الدعاء في هذه الحالة ويجتمعون عند ختم القرآن، عند دعاء ختم القرآن، لأنه مظنة الإجابة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.